الشيخ ناصر عايض ابو خلبه. سلامي لكم من نايف سبيل للطيال وشامخ جبل فركام، يعلى لقمته ويصعد على العليا ويشدو به الهلال، وشمس الضحى تسداد من نور فرحته، يغطي سما الميثال من الصرب للسبال وكل الضواحي داخله ضمن خطته. يغطي سما الميثال من الصرب للسبال وكل الضواحي داخله ضمن خطته. لكم مننا يا ابطال يا خيرة الرجال ويا كرمة الوصال، في وسط ساحته تحية وفاء وجلال، يرتاح كل بال ولا زال قايلها، يواصل تحيته لمولى العنية وزنها اثقل من الجبال، يساهم ويدعم في مشاريع دولته براعم رجال اعمال، قوة وراس مال اعادوا لشعبي ما هدم من حضارته. براعم رجال اعمال قوة وراس مال اعادوا لشعبي ما هدم من حضارته، وضع مكتب الارسال للشغل والقوال، ورمز الحدا مرسوم في وسط لوحته، وشيد مباني في اليمن ما لها مثال بتصميم معماري وتنفيذ خطته. وشيد مباني في اليمن ما لها مثال بتصميم معماري وتنفيذ خطته، لذا مثلهم يستاهل المدح والمقال، ومن بعدهم لازم يواصل مسيرته، لأن اليمن من بعد ما زاح الانفصال تكلف بنا واشغال من فوق طاقته، وطور ربوع الأرض في الشرق والشمال نهض بالتقدم والخطوط المزفلتة. وطور ربوع الأرض في الشرق والشمال نهض بالتقدم والخطوط المزفلتة، مشاريع واقعها تحدى بها الخيال، مشاريع واقعها تحدى بها الخيال، تواكب شموخ العصر في ظل وحدته، وفي عيده العاشر تغنى بالاحتفال، دعا الرئيس العالم وجابوا لدعوته، وحتما وكالات الصحف ثارت السؤال زعيم ادهش العالم بحلمه وصدوته وحل المشاكل في وديعه وفي الطوال على بروتوكول الطائفة انهى مهمته. على كل حال الفضل والفخر والكمال لقائد مسيرتنا بفكرة وحكمته، علي صانع التاريخ والمجد والنضال وحامي حما شعبه ورافع كرامته. وعفوا إذا قولي عليكم عرض وطال، أريد أرضي الجمهور وأغمر سعادته، وهذا وأنا مملوك بحماله الثقال من الورد والكاذي غصونه وزهرته، جبا سادة العرسان والفخر والجمال نجوم الحراوة كل من له هديته. لهم كل حد مبروك في حقه الغزال، عسى الله يسعدكم بحوله وقوته، وشكري وتقديري لمن وسع المجال وكل الحشود الحاضرة في عنيته على حسن الاستقبال في ساعة الوصال، ويتقدم الموكب محمد مع أخوته، جبا يا عيال الحاج منا لكم قفال عنب في صناطيقه قطف من حظيرته. هدية لكم يا السيل ذي يدهم الرمال ويا البحر ذي غد المحيطات موجته، بنوا للكرم ميدان في الشمس والظلال، فتح باب ديوانه وبيته وخيمته، فعل مثل حاتم طي يمذبح الجمال وشرع مبادئ سامية من شهامته. بنوا للكرم ميدان في الشمس والظلال، فتح باب ديوانه وبيته وخيمته، فعل مثل حاتم طي يمذبح الجمال وشرع مبادئ سامية من شهامته، وفي ختمها صليت مذن بها بلال تخص النبي لا وسط قبره وقبته، وما حالكم دام الله سروره للسرور. هيا حديكم يا رجال، انا عبدكم، يا مرحبا مليون من قلبي حسب
يتكسمت له كل ما له في نصيب. أول ثلث حق المخوة والصحب وكل مرحب مكتمل كاذي وطيب. ثاني ثلث حق المودة والنسب، مرحوب منا مرحوب مكمل منا نحنا والنسيب. ثالث ثلث للشام في الصف انتخب ببيات مشهورة ولا فيها معيب. مرحوب متكرر ما سيله درب، يملى اليمن من حازم الجفلة حريب. يملى مرد لسبيل لا حد الذهب، لا وسط باجل هي وسعطه والصليب. يا ذي لكم عصر الثلاث ينسبب، ذي كان يوصينا بهن طال حبيب. الأولى في العرف ذي زال التعب، وقت المهمة ما حدا منكم يخيب. والثاني أساس الكرم حق العرب، ذي تكرموا بالضيف لا جاكم جنيب. هذا وأنا مملوك في كل الطلب، أغلى طلبكم عندنا كله قريب. سلم حلا وسلم له دائم أهلا وسهلا. Allah Allah.